رهانات التعميم والتمويل المستدام للتغطية الاجتماعية محور نقاش خبراء وجامعيين بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، يندرج في إطار سلسلة مواعيد الخبرة. اللقاء يشكل مناسبة لتدارس الفرص والتحديات المتصلة بتعميم التغطية الاجتماعية في عدة بلدان، لا سيما بالمغرب وتونس ومصر. الحدث هو فرصة لنا لتثمين عمل المغرب الذي يمثل شريكا تاريخيا للوكالة، فمنذ ما يقرب من 20 سنة تعزز تعاوننا مع المغرب في مجالات الحماية الاجتماعية وبشكل أكثر تحديدا في قطاع التأمين الصحي. وبعد استكشاف مختلف أساليب التمويل وأدوات ضمان استدامة الحماية الاجتماعية، دعا المتدخلون إلى إجراء حوار مستمر بين مختلف الجهات المعنية سواء على المستوى الاجتماعي والمالي والصحي لضمان انخراط السكان في هذا العقد الاجتماعي. اليوم تمت المناقشة مع عدد من الخبراء الإصلاح ودوره الأساسي، لا سيما بالنسبة للأسر المعيشية التي تتجاوز خط الفقر بقليل أو في وضعية هشاشة. لقاءات مواعيد الخبرة تعد سلسلة من المحاضرات النقاشية تجمع على شكل حلقة نقاش تلفزي خبراء وممارسين وفاعلين ملتزمين بموضوع التعاون الدولي الذي يخدم الصالح العام.